وتمويل وتأمين 10 مليار دولار من الصادرات، وتقديم 5 مليار دولار تمويلا تنموي إضافي إلى أفريقيا حتى 2030. ستزيد المملكة عدد سفاراتها في أفريقيا إلى أكثر من 40 سفارة. لقد كانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي قدمت دعمها المعلن لحصول الاتحاد الأفريقي على عضوية دائمة في مجموعة العشرين، إيمان منها بدور أفريقيا. وتحرص المملكة على دعم الحلول المبتكرة لمعالجة الديون الأفريقية، حيث سعت خلال ترأسها لمجموعة العشرين عام 2020 لإطلاق مبادرات تعليق مدفوعات خدمة الدين خلال الجائحة للدول منخفضة الدخل، ومبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون وإعادة هيكلتها في عديد من الدول الأفريقية. وتدعم المملكة التنمية المستدامة، وتؤكد دوما حق الدول في تنمية مواردها وقدراتها الذاتية، ونجدد التزامنا بأمن امدادات الطاقة واستدامتها والاستفادة من جميع مصادر الطاقة وتطوير تقنيات وحلول وأنظمة وقود النظيف وتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون إنسانا أفريقيا. نهدف إلى استضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض، وتقديم نسخة استثنائية غير مسبوقة في تاريخ هذا المعرض تسهم في استشراف المستقبل أفضل البشرية. ونطلع إلى مشاركتكم مع المملكة في إبراز الدور المهم لأفريقيا وما تتمتع به من موارد بشرية وطبيعية وفرص للنمو وإمكانيات مستقبلية، ونثق أن هذه القمة ستحقق بإذن الله ما نصبو إليه جميعا من نقلة نوعية في مجالات التعاون والشراكة بين المملكة العربية السعودية والدول الأفريقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.